والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة الرب انطلاقا من هذا الأسبوع، باعتبار أنه الكنيسة بهالفترة مثل ما حكيت الأسبوع الماضي كانت ميادة موجودة بس الباقي ما كانوا موجودين، بس نتذكر للشباب اللي ما كانوا موجودين أنه انطلاقا من الأسبوع الماضي بدأت الكنيسة، يعني الكنائس اللي تنحدر من الطقس الأنطاكي. كمان مرة لما نحكي عن الكنائس اللي تنحدر من الطقس الأنطاكي نحكي عن السريان والروم والكلدان والموارنة كلتن هدول، لأنه عم تشوفون أنه لما على البطركية مكتوب بطركية أنطاكيا وسائر المشرق. شو يعني بطركية أنطاكيا؟ يعني الكنائس اللي عم تنحدر من مدينة أنطاكيا. اللي قبل يومين قبل الأسبوع الماضي اتصل واحد معي قال لي ليش شو يعني اسم الكنيسة السريانية الأنطاكية؟ قلت له هذا لأنه أول مرة سموا المسيحيين الرسل المسيحيين في مدينة أنطاكيا، وتاريخيا كانت الكنيسة يعني كانت أنطاكيا تأسس فيها التقليد المسيحي. كان في أنطاكيا مدرسة أنطاكيا ومدرسة الإسكندرية اللي هي كانت في مصر، وأنطاكيا اللي كانت في سوريا هذيك الوقت هلا بتركيا هي. فلما بس مشان نوضح الفكرة، لما نحن نقول الكنائس اللي عم تنحدر من الطقس الأنطاكي يعني عم نقول الكنائس اللي كانت في المنطقة، منطقة سوريا والأردن اللي هو ليفنت بلاد الشام ومنطقة ما بين النهرين. في الطقوس الثاني اللي هي الإسكندرية اللي هو الطقس القبطي هذول، وبعدين عندك الطقس اللاتيني اللي هو تكون في أوروبا في روما. فهل المسيحية تنقسم لهل ثلاث أقسام؟ يعني مهما تشعبنا ومهما تعددنا فأغلبيتنا نحن هون، إن كان السريان الكاثوليك والأرثوذكس ولا الموارنة ولا الروم الأرثوذكس والكاثوليك عم ياخذون تقليدا ومفهوما اللاهوتي وليتورجيات كلتها من هذا التقليد، التقليد الأنطاكي. فبحسب هذا التقليد عم تبدأ الكنيسة انطلاقا من الأسبوع الماضي اللي هو عيد اكتشاف الصليب، بزمن اسمه زمن الصليب المقدس. تتأمل فيه الكنيسة من خلال النصوص بالصليب، الصليب ومجيء المسيح الثاني. فأنا انتهز هالفرصة ونحكي شوي بهالفترة اللي هي فترة تمتد لشهر نوفمبر تقريبا. بنوفمبر تبدأ السنة الطقسية من سنة تقديس الكنيسة، تجديد الكنيسة، بعدين يبدأ زمن الميلاد. فكل هذا مو بس هيك الكنيسة حطتن تقليد حتى ما يأثر على حياتنا، لأنه هاي مسيرتنا نحن، مسيرتنا الشخصية في هالأرض هيك هي مسيرتنا. فبهالفترة باعتبار فترة الزمن الصليب هو رح نتأمل تأمل روحي تعليمي من خلال رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. وضعت عنوان لهالمواعظ انطلاقا من الرسالة هاي اللي ما قريناها اليوم. اليوم قرينا قصة تأسيس هالكنيسة، شفتن القصة الطويلة هاي، هيك تأسست الكنيسة، هاي كنيسة فيلبي. وضعت عنوان لهالمواعظ انطلاقا من الإصحاح الأول العدد 21 لما بولس الرسول يقول لي الحياة. لما واحد يجي يسألك يقول لك شو الحياة بالنسبة لك أنت كمسيحي، أوكي؟ فبولس الرسول عم بيشجعن، هو بالسجن عم بيقلن لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح، والموت إذا مت أنا ربح أصلاً لألي، لأنه أنا بدي أطلع هلأ عم بشوف هيك مثل ما حكينا عربون شوية هيك ومضة صغيرة من مجد المسيح. إذا مت هذا لسه يكون مربح لألي، لأنه بدي أطلع أشوف وجه لوجه. للحياة هي المسيح، هذا هو رح يكون عنوان المواعظ اللي رح نتأمل هيك بقسم صغير بكل يوم أحد. اليوم الموعظة رح تكون، أنا لما نحن نجي نقرأ الكتاب المقدس كل كتاب له ميزة معينة،
كل كتاب بيحكي لنا على شيء معين بحياتنا مع المسيح، بعلاقتنا مع المسيح. فشو بيميز هالرسالة؟ كتير رسالة غنية وكتير رسالة قوية لألنا نحن المسيحيين، وخصوصا نحن المسيحيين الجايين من الشرق الأوسط، لأنه الزمن هلا زمن الاضطهاد، الكنائس عم تتدمر، ونحن عم نقتلع من جذورنا، والإحصائيات العالمية عم تقول خلاص إذا على الحال استمرت 10 سنين تاني رح يبقى مجرد وجود رمزي للمسيحية في الشرق الأوسط، وجود رمزي. فمنتأمل وناخد شجاعة من هالرسائل. 4 أشياء أساسية بتميز هالرسالة عن غيرها من الكتب في الكتاب المقدس، خصوصا العهد الجديد. الشيء الأول، هي أول كنيسة، كنيسة فيلبي، هاي أول كنيسة أسست في أوروبا. نحن شفنا أنه لما بولس راح بده يبشر في آسيا، إجا الرب قال الرب منعنا أنه نروح لآسيا، بده يروح لغير مكان كمان يقول الرب منعنا، وبعدين ظهر له في الحلم رجل من مقدونيا يقول له نحن بحاجة لألك، تعال عنا. فراح هونيك وتأسست الكنيسة. هاي أول كنيسة تتأسس في أوروبا. لهذاك الوقت كانت الكنائس كلها بآسيا وبمنطقتنا، منطقة ما بين النهرين. فيلبي هي أول كنيسة تأسست في أوروبا. بعدين النقطة الثانية، هي الكنيسة الوحيدة اللي في العهد الجديد عم تنعطانا كمثال، مثال لكل كنيسة لازم تحتذي فيه. يعني مثل ما نحن عندنا هلا في هيرو معين، في مثال أو في واحد يشجعك تستوحي منه وتتعلم منه أشياء كتير، كنيسة فيلبي بحسب ما يذكرنا بولس الرسول في نفس الرسالة، هو بالإصحاح 4 من العدد 10 إلى 19، عم بيشجع كل الكنائس يقول لهم يا ريت أنتن تتمثلوا، تكون مثال لألكن هاي الكنيسة، كنيسة فيلبي. وطبعا نحن لما عم نحكي على الكنيسة عم نحكي على أعضاء الكنيسة، ما عم نحكي على الكنيسة الحيطان. نحن النقطة التالية، الكنيسة تبع فيلبي عم تعطينا منظور عن العطاء وجمع التبرعات. بنشوف انه بولس الرسول كان مسجون، وبدون ما يطلب من حدا، هو اصلا ما طلب من حدا. يعني احيانا بيعطون مثال انه لما الكنيسة بيوقف الابونا ويطلب ويبعت رسائل ونحن بحاجة لكذا وكذا ويجمع تبرعات، وهون الكنيسة لا اتصل بولس معا ولا قال شيء. لما عرفوا انه بولس في ضيقة، هو مباشرة هن بين بعضهم جمعوا مبلغ معين وبعثوه لبولس الرسول في السجن في روما حتى يتشجع. فإذا عم تعطينا مثال على العطاء، هي الكنيسة الوحيدة اللي عم يذكرها بولس في أكثر من مكان، بأنه تمثلوا بهالناس اللي هن أعطوا وفوق طاقتهم أيضا أعطوا. بعدين النقطة الرابعة، هي عم تحكينا على شركة المؤمنين. راح نشوف نحن من خلال هالمواعظ راح نشوف الميزات كيف لازم تكون شركة المؤمنين. تعلمنا نحن انه شركة المؤمنين هي انه انا بدي اجي اشرب قهوة، او اذا في حفلة او في اكل نجي، ما في اكل ما نجي. من هيك تشوف نحن لما يكون عندنا مناسبات، لما يكون في اكل ولما يكون في دي جي وهدول، تشوف صار 100 واحد، 150 واحد او كذا، بعدين تاني احد ما في شيء، خلص فضيت. ما هون عم بيحدد لنا، رح نتعلم شو هي الشركة، شركة المؤمنين باليوناني اسمها كوينونية. النقطة الخامسة كمان عم تحكي لنا على مفهوم الألم، البار الذي يتألم، واحد ما عمل ولا شيء بتشوفه وقع في مشكلة وتألم. هذا عم يعطينا مفهوم جديد بأنه كل الذين يعيشون بالإيمان يضطهدون. راح تشوف أنه بولس عم يذكرها بأكثر من مكان. ونحن شفنا هذا الشيء كمان
بقصة تأسيس الكنيسة. شفنا أنه بولس الرسول هو عم يوعظ في فيلبي في هالكنيسة في هالمنطقة، وفي وحدة سحارة عم يستخدموها الناس مشان السحر، تجي تقرأ لك بالفنجان أو تعمل لك حجاب. وتعرف عنا في المناطق عنا نحن في كتير من هالشغلات، وتعمل مصاري منها، كل واحد تجي تعمل له حجاب يعطيها $100، هذا تقرأ له في الفنجان يعطيها $100، فتعمل مصاري كتير. ففي ناس كان عم تستخدمها، لكن هاي كان فيها روح شرير هاي. فأجت، احنا شفنا اجت وقالت انه بولس وسيلة كان يبشرون، قالت هدول عابدي المسيح يسوع الاله وناس كواس وناس مبشرين، وظلت تلحقن وتحكي هذا الشيء. لكن بولس بالروح عرف انه فيها روح شريرة، فأجا قال له باسم المسيح يسوع مثل ما قرينا في القصة، هالروح تطلع منك. فطلعت منا الروح، ما بقى تقدر تعمل سحر. فشو صار؟ راح البزنس، سكر البزنس تبع هذا الشخص اللي عم يستخدمه. فشو صار؟ أثار الناس وقال له هذا عم يعملون مشاكل وعم يعملون كذا، وطلع عليهم قصص وشهادات زور وإلى آخره، وحطوهم في السجن. هون بنتعلم شيء، بنتعلم كتير شيء مهم لحياتنا، أنه أحياناً كتير، أغلب الأحيان الإنسان اللي يمشي بالإيمان، اللي يطبق كلمة الرب على حياته، رح يكون في ضيقات، رح يكون في اضطهادات، على الرغم من كل إيماننا بالرب. لكن ضمن هالضيقات وضمن هالاضطهادات بتشوف الإنسان عنده سلام، عنده سلام داخلي. لذلك شفنا بالقصة لما أخذون وضربون، يقول ضربوهم بالعصي، وبعدين طلبوا من السجان يحطهم بالسجن الداخلي، يعني بالسجن هاي سيكيورتي بريزن، يعني سجن بالطابق العاشر تحت الأرض وبالمقطرة. لكن ضمن هذا الشيء كله مضروبين بالعصي وبالسجن وبالظلمات وما في أكل، شو كان يعمل بولس وسيلة؟ كانوا عم بيرنمون ويسبحون الرب، ومو بس ترميم هيك عم يندبون حظا، لا، كان يرنمون ويسبحون بفرح، ويقول كان السجن كله يسمعن. اوكي، هون السلام الحقيقي. لذلك لما نحن نجي نحكي عن السلام، ما نقول السلام والأمن يأتينا من العالم الخارجي، السلام والأمن يأتينا من علاقتنا الشخصية بالرب يسوع المسيح، من إيماننا بالله، من اتحادنا بالكلمة. إجا علينا اضطهاد، بنشوف الرنم ونسبح الرب. هالكنيسة نفسها، تأسيس الكنيسة، كيف تأسست الكنيسة؟ لو نحن نقرأ تأسيس الكنيسة راح نشوف أنه الكنيسة تأسست أول ما تبدأ القصة، قصة التأسيس وقصة قيادة الروح القدس لبولس لأنه يروح لفيلبي، بدأت بمشاجرة، يعني في صراع، خلاف كبير، خلاف كبير بين برنابا وبولس. نحن بنعرف انه برنابا وبولس كانوا اصدقاء كثير، اصدقاء، كانوا الصديق حميم له. وبرنابا لما سمعوا الرسل في اورشليم بانه بول هذا شاول اللي كان يقتل المسيحيين صار مسيحي، خافوا، فكروا انه عم يضحك علينا، ما حدا استرجع يدخله للكنيسة عنده أو يدخله عنده للبيت. مين شجع المؤمنين؟ مين جاب بولس وعرفه على الناس؟ هو برنابا. قال لا،
أنا مؤمن، هذا آمن وكذا، وعرفن وشجعن ودخلوا. بعدين لما صار خلاف كمان بين الرسل حول، لما في بداية المسيحية كان اليهود والأمميين، فكتير ناس وثنيين كانوا يجون يصيروا مسيحيين، اجوا اليهود قالوا لا ما لازم، لازم يروح أول شيء يتطهر ويعمل كل الطقوس اليهودية وبعدين يصير مسيحي. اجا بولس قال لا ما في داعي، ما في داعي يدخل في اليهودية وبعدين خلص، اللي آمن بالمسيح يآمن ويعتمد. فصار خلاف كمان بين الرسل، مين وقف مع بعض ومين شجع، ومين شجع الرسل وشجع الكنيسة بأنه تتخذ هذا القرار سنة 51 بأنه لا ما في داعي أي إنسان إن كان يهودي أو وثني أنه يدخل في اليهودية ويمارس كل الطقوس اليهودية ويصير يهودي وبعدين يصير مسيحي. لا، كان بولس وبرنابا هون بنشوف اختلف بولس وبرنابا. بولس قالوا أنا بدي أروح أشوف الكنائس اللي أسسناها، خلينا نروح نشوف كيف أوضاعا، كيف تطورات. إجا برنابا قال له طيب ما في مشكلة، نروح مع بعض كلتنا، بس بدي أخذ مرقس معي، مرقس اللي يسمى يوحنا. هذا مرقس إذا نحن نقرأ عليه بالإصحاح 13 كان أخذوه معا بغير رحلة، فضعف، خاف وضعف. نحن عم نشوف أنه دائما لما كان يروحون كان في مشاكل، واليهود كان يريدون يضربون ويقتلون وكان ينسجنون، فهذا خاف وسحب حاله من الرحلة التبشيرية. اجى بولس قال له هذا سحب حاله منا، ما رح أقدر أخده معي كمان مرة لأنه رح يضعف كمان ورح يسحب حاله ورح يعمل لنا مشاكل كتير. برنابا قال لا بدنا نأخده. فصار خلاف شجار كبير بيناتهم، ومن هون بولس وبرنابا انفصلوا مع بعض من بعض. بولس أخذ سيلة معه وراحوا لفيليبي لأوروبا. برنابا قال بدي أخذ، أنا مصر أنه أخذ مرقس معي، وأخذ مرقس معه وراحوا لقبرص وبشروا. لكن الرب على الرغم من هالأشياء كلها بنشوف أنه تشج، يعني الرب شجع وعكس هالخلاف لمجده، لأنه شوف راح نشوف أنه الكنائس بقبرص راحت كمان الرب تمجد هونيك، وناس كتير آمنت عن طريق عن يد برنابا ومرقس. وفي نفس الوقت كمان لما بولس راح مع سيلة لفيليبي كمان في نفس الوقت تأسست كنيسة كبيرة. فإذا عم نشوف نحن هالأشياء كلها عم تحصل، وهالأشياء كلها عم تشجعنا أنه نحن كلتنا تحت حكم الخطيئة، نحن نقع في تجارب، نقع في أخطاء، نحن كبشر نختلف مع بعض، نتصارع مع بعض. بس الرب لما نجي عند الرب نحن ونطلب مشيئة الرب، الرب يعكس هالأشياء كلها لمجده ولخيره. كتير نقطة مهمة جدا جدا نتعلمها نحن من تأسيس هالكنيسة، هالكنيسة بالتحديد نتعلم درس حلو كتير لحياتنا العملية، هو اسمه العناية الإلهية. الله يعتني فينا على الرغم من كل شيء. شفنا كيف هالمشاكل اللي صارت مع بولس والرسل كلن، لكن بنهاية الأمر الرب اعتنى فيهن، والرب خلصن، والرب قادن، والرب أرشدن لناس، وفي نهاية الأمر اتمجد هو وتأسست كنيسة قوية في مدينة فيليبي، من السجان، من العبد، من بائعة الأرجوان، كل هالأشخاص الرب هو اللي صنع واللي هيئ هالأشياء كلها، العناية الإلهية. ولذلك اليوم الإنجيل اللي قريناه اليوم هو عم يحكينا عن العناية الإلهية. لما نجي نحكي شو هي العناية الإلهية، نقرأ قول الرب يسوع اللي قال في متى الأصحاح السادس عدد 25-36، لما عم يحكينا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون.
اوكي لان الله يعتني فيهم والى اخره من هالنص اللي الرب يسوع المسيح يوصينا فيه. انظروا لطيور السماء، انظروا لاعشاب الحقل، كيف انه انا عم بهتم فيها، فكيف انه ما اهتم فيكم انتم ابنائي وبناتي. هي هي العناية الإلهية. لكن العناية الإلهية تتحقق لما نحن نطبق تعليم الرب. لاحظ بالعدد 23 العدد 33، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. اولا لازم نطلب ملكوت الله، اولا لازم نطلب دعوة الله على حياتنا، اولا لازم نطلب عمل الله في حياتنا. وبعدين لما نحن نتأكد من انه عمل الله في حياتنا، لما نتأكد بأنه الله دعانا هالدعوة، شو ما بيصير ما بنهتم. هذا هو العناية الإلهية لحياتنا، هي هي دعوة الله لحياتنا. بدون ما نطلب، بدون ما نتأكد من عمل الله، رح نصير ضايعين بهالعالم. لذلك رح نشوفنا خائفين، نشوفنا قلقين. لكن لما نحن نكون مؤسسين على كلمة الرب وعلى عمل الروح القدس في حياتنا وعلى كلمة الرب ودعوته لحياتنا، بنشوف انه نحن ماشيين متأكدين. نحن صار مشاكل، رح يصير مشاكل، مثل ما هالقصة، هالقصة اللي ذكرنا هي أعمال الرسل. بنشوف انه ضرب، سجن، خلاف، أصدقاء حميمين مع بعض، روح بالروح كانوا مع بعض، تشوف اختلفوا كل واحد راح في مكان. لكن شو صار بالنهاية؟ بنشوف انه في قيادة للروح القدس لهالأشياء كلها. شو صار بالنهاية؟ اتمجد الله في عمل بولس، وتمجد الله ايضا في عمل برنابا كمان. والكنائس يقول كانت الكنائس تتعزى، وكانت الكنائس تكثر، وكان الله يتمجد في المؤمنين. هذا هو العناية الإلهية. الموضوع انه هلا في هذا العصر صار في خدمات كتير، صار بقى تحسسك انه انت سوبرمان، انت او اذا انت قبلت الرب او اذا انت مؤمن انت لازم ما يصيبك ولا اي شيء، لازم يصير عندك مصاري كتير، لازم ما يصير عندك مرض، لازم ما يصير عندك مشاكل. لا، بالعكس، نحن عايشين في مجتمع أو في عالم ساقط. لطالما نحن عايشين في عالم الخطيئة رح يكون في تحديات يوم مع يوم. إذا هذا الشيء صار مع بولس وبطرس والرسل، إذا هذا الشيء صار مع الرب يسوع نفسه اللي هو اضطهدوه وسجنوه وجلدوه وضربوه، كيف نحن اللي عم نحمل اسم المسيح؟ لكن ضمن كل هالأشياء، مثل ما يقولنا بولس الرسول، يقول في كل هذه الأشياء يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بكل هالسجون، بكل هالصراعات، تشوف المؤمن يسبح ويرنم ويعلن اسم الله على حياته. هذا هو الدرس العملي الروحي اللي نتعلمه من تأسيس هالكنيسة. لسه ما بدأنا، لسه ما قرينا الرسالة، قرأنا كيف تأسست هالكنيسة، وشفنا أنه في تأسيس هالكنيسة بنتعلم دروس كبيرة كتير كتير لحياتنا نحن الشخصية ولحياة الكنيسة العامة. هذا الشيء اللي نحن نصليه لكل الكنيسة المسيحية لحياتنا الشخصية، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. خلينا نوقف هيك نقرأ مع بعض.